هؤلاء أيديهم ملطخة بالدماء. هذا أول مطلب من محافظة المحافظة، أن يرحلوا هؤلاء الفاسدين ثم يهاكموا. أيضا ما يخص محافظة طائز، ما زلنا نرى القمامة ونرى مجاري الصرف الصحي ونرى الفاسدين والضبطجيين يتمركزون في جميع قطاعات محافظات تعز الخدمية. المدارس، مديرة المدارس لابد من إقالتهن وإحالتهن للتحقيق. هؤلاء المديرات أفسدن التعليم، أفسدن المجتمع. عبد الكريم محمود الذي يقود بلطجيات مديرات المدارس والعسكريات التي يأمرهن بضرب الطالبات والمدرسات، هناك طالبات مريبن وهناك مدرسات أيضا مريبن وهناك طالبات حرمنا من التعليم. هل هؤلاء المديرات يستحقن أن يكون في الإدارة؟ والله لا يستحقن أن يكون الفراشات ولا الخبيثات في الشوارع، لا يريدهن، بل أن المهمشين أفضل منهم وهم يرفعون الرأس ولهم فائدة. أما هم كل ما فعلته في المدرسة فساد ودمار وخراب. نطالب محافظة المحافظة بإقالة الفاسدين سواء في المدارس في جميع القطاعات الخدمية والصناعية.